يعني 4 سنين مجلس النواب 4 سنين استاذ معاذ ما عملوش ولا شيء. شنو؟ ولا شيء عملوا سماد، ولا شيء. لا مش nothing ولا شيء. لا مش انت قول لي سما، قول لي قول لي سما. انت قول لي انت بتتابع مسلسل احكي انت بتتابع مسلسل نيابي لبناني؟ شو مسلسل لبناني تبع رؤيا؟ متابعه بحضره كل يوم بالليل. الهيبه؟ لا مش مسلسل الهيبه، الهيبه راح يجي. انا بحكي لك المسلسل الموجود. ايش هو موجود؟ من الاخر، مسلسل من الاخر. ايش استاذ من الاخر؟ من الاخر شوف من الاخر، قصدي النيابه. النيابه انت بتتابعهم النواب صح؟ اه طبعا متابعهم. انت بتنجر فيهم كاي؟ لا قول لي عملوا شيء مفيد؟ يعني سووا شيء مفيد؟ يعني سووا يعني 4 سنين اكيد سووا شيء مفيد. يا سلام شو اللي سووا سي؟ شو اللي سووا؟ انت سمعت شخصيا شخصيا عندي شخصيا انا انت 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 سمع انت انت راتبك قل زاد قصدي؟ لا زاد ولا قل، انا راتبي ما نزلش اصلا. يوسف مشاني فاتوره كهرباء، فاتوره كهرباء ما قلت شيء؟ ما قلتش. لا ما قلتش. طب ما قلت. طيب شو سوي يا زلمه؟ بس انا اقول شو سوي يا زلمه؟ طب خليني احكي لو سمحت. انا لسه بدي اعفي امثله كثير. لا بدون امثله، انا وصلتني الرساله الفكره. انا مني وعلي صراحه يعني ما تغيرش إشي، بس يعني هم كنواب اقروا يعني اكثر من 130 مشروع قانون، يعني شغالين يا سلام. يا سلام عليك يا سلام. 130 قانون هو اي واحد بده يقرر لي مشروع قانون بكون مغير فيه حرف بجمله بسطر اي شيء، هذا بغير مشروع قانون. يا زلمه هاي سلافه بدنا نعد ارقام. احنا بدنا نعد ارقام. مش عد ارقام. لا يا لا 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 لا, 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 لا استاذ معاذ، هاي مش سلافه. احنا انا بدري في هالسؤال يا زلمه، ما محترم وبعرف هالسؤال. وعلى عيني وراسي انت بس محترم، المفروض تعرف هالسوالف يعني. شكرا 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 انك شهدت لي. بس يعني الكلمه لما تغير انت كلمه في سطر، تغير كلمه في المحتوى كله، يا عمي ممكن الكلمه تترك اثر. ما هي لا يا زلمه، اذا ما بعدين ما كنتي اذا بقول لك بدي فيك قاعد محترم انت بقول اثر، بتقول لي اثر اثر وين بدك تلاقي الاثر؟ انا هسه بدي ادور على الاثر. شو ده بعينك مستحيل تشوفه. هاي جبت لي دور على الاثر. وين 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 بده يكون؟ هو وين الاثر؟ وين 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 الاثر؟ وين 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 ايه في شعره؟ طب بنبز عندك والله عندك امل في عندك امل. وين الاثر؟ وين الاثر؟ عندك امل مش على الله. وين الاثر يا استاذي؟ تبدأ دخيلك وين الاثر يا استاذي؟ يا استاذي انا قصدي انا كمقدم برنامج انا لازم اكون موضوعي يعني. انا مش موضوعي استاذ معاد. لا استاذ معاد مش موضوعي هذا. لا انا اللي بدي اكون موضوعي في الطرح يعني. انا قصدي بالجمع. لا انت بدك تعمل انا نضحك شوي يعني. والله انت بتضحك. مش موضوعي بقول لك، مش موضوعي السلافه. طيب انا اسف استاذ، شو موضوعك؟ شو موضوعك؟ موضوع استاذي اني زلمه، اني زلمه هون زلمه محترم مقدر. ها ما شاء الله راكز مقدر ما شاء الله وراكز وهادي. اني زلمه بدي اكون جزء من هذا التغيير. ومن التغيير راح يصير انا بتغير. حلو، ما تضلني واقف اطلع. بدي اغير. تمام طيب بدي اكون جزء من التغيير. يعني بدك تترشح لمجلس 19؟ بدي اترشح. لازم بدي ارشح حالي يعني. شو مالني يعني؟ شو ناقصني؟ بدلات وبلبس. ما شاء الله حلوين. وش رباط حرير بنلبس؟ شو بدك احسن من هيك؟ ما شاء الله عليك. انا بس بدي اوقف معك والله. انا تخليني بس احكي بدي اوقف معك. انزل وترشح. شو وقف؟ لا لا قصدي كلاميا. انت خذني مجازيا انا لاني موضوعي. الفكره بس انه انت يعني انزل على عيني وراسي، حاول غير. بس انت راح تكون لحالك وانت بتعرف يعني ايد لحالها ما بتزقف. مين قال لك؟ مين قال لك بتزقف معي؟ انا زبطت معي وزقفت. كيف زبطت معي؟ زبطت معي وزقفت. انت جرب جرب انت تجرب. انا بزبطها. شايف انا بتزبطها. طب كيف كيف صار هذا الاشي؟ كيف هي بتزقف؟ بتزقف فعلا. بس هذا طل. شو طل ولا اسمع ولا انت عندك الشغلات خطا؟ تزبط معي تزبط معي. طب كيف زبطت معك؟ ما هذا اشي لما زبطت معي بالمجلس 18 ما كنت فيه. جربنا ضلينا نجرب نجرب زبطت زبطت. ها 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 زبطت. عفوا انت حضرتك، بس عشان افهم انت حضرتك نائب سابق يعني؟ انت سعادي لو سمحت. كنت سعادي مفروض سابق ولاحق. انت سابق ولاحق هاي بدك تلحق على المجلس. أيوة. اللي بعده. ايوه طب ما انت صلك طول الوقت تحكي عن مجلس 18 اللي انت كنت نائب فيه. يعني انت كيف بدك تعمل تغيير؟ يعني مثلا صار عندك فكر اقتصادي جديد، صار عندك معلومات اكبر كيف ممكن تسير الامور في مصلحه المواطن، كيف تعدل قوانين، كيف تضبط قوانين، يعني كيف؟ شو طب ما تتمسخر؟ طب ما انا بحكي جد. لا طبعا لا طبعا. شو لا طبعا؟ انا بس بدي نمره السياره بس ليها تغير. والله انا مر بالسياره حمر هيك والله بتوج وجه هيك. انت رقم ثنائي. رقم ثنائي والله يعني شيء هيبه. كل اللي حكيته انت ما رح تعمل هيبي. تغيير انت بدك تحافظ على الموجود اللي هو نمره السياره. طبعا ما شاء الله عنك. صح لك يعني؟ لا صح ليش ما نزلتش لما ترشحتش؟ انا سبي ترشح بس لو سمحت بدي لو تدعمني بالجمهور اللي عندك لو سمحت. انت اخبوه. شوف الدائره الكبير بعمان في شيء اسمه الدائره الكبير. بقولهم قولهم بس احكي لهم دائما اقول انتخبوا ساعاته في الدائره الكبيره مع انه ساعاته اوريدي ومبين ناجح يعني. بمر لكم بالنمره الجديده.